من جهته جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام أعضاء الكونغرس خفض وجود قواته في المنطقة والتركيز على محاربة الإرهاب قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بعد عقدين من الحروب أن عليها محاولة إحلال السلام. هذا وأكد ترامب أن الدول العظمى لا تقاتل في حروب مفتوحة وإن بلاده لن تغلق أعينها عن نظام كالنظام الإيراني الذي ينادي بالموت لأمريكا، مؤكدا أنه لضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي، فقد قررت الولايات المتحدة سحب ذلك الاتفاق المدمر وفرض أكثر العقوبات صرامة على هذا النظام الذي وصفه بالراديكالي الإرهابي، كاشفا عن بقاء ما لا يقل عن 7000 جندي أمريكي منتشرين في العراق وأفغانستان.